أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تمديد بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد عام 2016. كما كشف أوباما في كلمة ألقاها الخميس عن عزمه نشر أكثر من 9000 جندي أمريكي في أفغانستان خلال العام المقبل، وأوضح أن مهام هذه القوات ستقتصر على تدريب القوات الأفغانية وعلى عمليات مكافحة الإرهاب. كما اعتبر أوباما أن الوضع الأمني في أفغانستان ما يزال هشاً.